1984 ومنذ الاستقلال 1962 الجزائر شاركت في الألعاب الأولمبية، لكن تأهلنا إلى كأس العالم في 1980 ونلنا الألعاب 1975 ألعاب المتوسط، كذلك نلنا ألقاب الأندية، لكن كان الجزائر كان خصها تتويج أولمبي، جاء إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس ولا أحد كان ينتظر أن تنال الجزائر في ظل السيطرة تاع الولايات المتحدة أو الكوبيين أو الملاكمين المعروفين. ملاكم جاء من وهران وجاء من حي شعبي ومن عائلة فقيرة. صباح تعرفوا الديكالاج دورة، احنا مع الولايات المتحدة، احتفلت الجزائر على الساعة 5 صباحا بالأول ميدالية أولمبية بفضل هذا الرجل أمامكم، حيوه مصطفى موسى. جبنا الميدالية للذهب، هذه الذكرى العزيزة تاع الجزائر، وهذه رسالة لكم الجيل باش تعرفوا باللي التاريخ ما يتفصاش، واليوم حنا نعاودوا نصنعوا التاريخ مرة أخرى، ولن أجد شكون خير من الأخضر باللومي باش يعاود يلبسها له باش نعاودوا نصنعوا التاريخ مرة أخرى. هذه جماعة يعني تدعيم معنوي وتدعيم مادي، بلا ما إن شاء الله تكون هناك التفاتة ويكون تكفل بهذا البطل الأولمبي إن شاء الله. وساعدي هذه أليكسي بالنوم يا حيو الدولة لهذو. نشكر الجمعية تاع الرادياس. نقول لك انا واحد تغيدة انسان واحد يكون مستوى عالية وزارنا جاب البلاد ومدينا البلاد، شوف لنا البلاد وقلنا احنا غادي البلاد هذه تكفل بينا بصح من بعد عرفنا الله يجيب المنحة هذه تاع ما كاش. غادي نقول غازا في امريكا قال له يقعد. تعطوني 3 مليون دورة باش نقعد في امريكا هذه رسمي انا. تختار الجزائر؟ انا اختارت بلادي. انا اختارت بلادي نقعد في بلادي. نتمنى الجزائر يعطيني انا لا بوست تاع كونسي كيما مستشار. هذه هي انا قاري قانون على حساب الجورنالي راه عندي اوفيسيال راه عندي من امكيات بزاف. كان صورة فيه بزاف كان درت انا مديت وواجب تاعي درت على المجهود تاعي اللي درته على خاطر البلاد ديال الجزائر نكفل يعني بالجيري تكفل بيا بصورة دمك. هو اقل شيء ممكن نقدموه للرياضي اللي قدم كثير يعني للملاكمة الجزائرية. الميدالية الأولمبية اللي هداها لنا واللي كانت فاتحتها يعني لإنجازات أخرى بعد موسى والزاوي جاء مرسلي جات بالمرقى جات بالنداء من راح. اليوم راكم تشوفوا مصطفى موسى راه يعاني من مشاكل اجتماعيه صعبه وراه اب لعائله، واليوم احنا كرياضيين وكجمعيه رادياز ساعدناه وكرمناه، وان شاء الله ثقتنا كبيره في الدوله الجزائريه وثقتنا كبيره في وزير الشبيبه والرياضه، وحنا ضد النسيان. سي موسى هذا بطل يعني ما ننسوش موسى، ما ينساش الاسم تاع موسى كسر الميداليه هذه، اول بوكسير اللي جاب الميداليه على مستوى الاولمبي العالمي. طبعا يستاهل كما قال يستاهل يعني حقه، ما يقعدش هكا يسوفري خاصه عنده عائله صغيره واولاد تبارك الله. نطلبوا له شيء يعني الصحه تكون، وان شاء الله المعنيين بالامر يسمعوا ذلك الميساج هذا.
تأخير هذا احنا نقول المساعدة، ولكن المساعدة يطلب خدمته برا عرق تاع الواجب الوطني تاع اول مرة الريال الجزائري طفعت في الاولمبيك، يعني رغم النتائج الصغيرة ولكن هو الميداي هذه لا تبحى، كل شيء متحاول من الميداي هذه تبقى ان شاء الله، هذا هو رزقه ان شاء الله. وليزارشيف راهم موجودين، غريفيد اونسيان بوكسور بروفيسيونيل بوالور في امريكا كلاس الرابع موراه، شوف وين ولا هذاك، في كان في البوالور وهذا اللي ودنا ونقولها لك ونقولها لك قدامه في امريكا لي بروفيسيونيل لي بوكما يعيطوهم لي بوكماكر اللي حوسوا على لي بوكسر هادو، والله ما حب يعود تماك وحب يخدم في بلاده.